مرحبا، كتاب من اختياري لهذا اليوم هذا الكتاب من أكاديمية الشعر. الكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد المختارة للشاعر والباحث سلطان العميمي، جمعه وتحقيقه وإعداده لشاعر الإمارات المعروف راشد الخضر، وهي طبعا تندرج كلها تحت ما يسمى بالشعر النحوي، بمعنى القصائد هذه لم تكتب بالعامية وإنما كتبت بطريقة أقرب للغة العربية الفصيحة. طبعا القصائد مختارة بعناية وفيها أيضا شروحات كثيرة. خجل الحريف.